54 سنه ومدرس لغه انجليزيه. اي سنه دخلت دوله الكويت الحبيبه؟ 69. الله 25 اعطيناه الاسلام بالانجليزي تبع الوالد ان شاء الله عشان يمكن يسلم على حد بيده. والله كنت اجيكم انا في الهاشميه. ايوه هذا ابن عمنا سعد الوهاب سعد مجيد الرفاعي، لكن الوالد من المنصوريه سيد يوسف الرفاعي اللي منع الخمره وزير والناس بالستين. بسألك يعني صار وزير دولة شؤون مجلس المدينة. ايوه اتذكر انا وقبل كان في الهاشمية عفوا هي بعد بيت يدنا السيد هاشم الرفاعي المحامي اللي في المنصورية صح غير السيد عبد المجيد. يقول لك منو طلبتك سيدي؟ جيد جودة عبد الجواد جودة. والنعم من فلسطين؟ فلسطين. من وين؟ قطاع غزة. النعم والله. منو طلبتك؟ هلا سيدي. هلا هلا سيدي الشيخ استغفر الله انا درويش محمد ماجد ابو رودي عضو المجلس البلدي السابق. هو عتيبي ولا مطيري؟ مطيري. والنعم والله. بعد جيعان بدر الجيعان اللي صار عضو مجلس البلدي لا اصغر واحد فيه. الله اللهم صل على الرشايدي بعد البزاري. ايوه مطيري. اللهم صل على سيدنا. أول مدرسة منو بعد؟ ضويحي. الله راعي الحملة. الدويلة. أيوة مبارك دويلة. اللهم صل على النبي. والجسار. رشيدي؟ إيه. الله. نعم. وال زي الجسار. والمحيش. الله. رشيدي. والنعم والنعم. الرجعان. أيوة. الله يستعمل من المطران. أول مدرسة درست فيها في 69؟ أول مدرسة درست في سليفات المتوسطة. الله منو كان ناظر الوكيل؟ الناظر كان واحد مصري اسمه عبد العزيز بن سيلو. الله. بعدها أجا أخو إبراهيم اليوسف من المجلس التعاون هذا. لا بن سيلو عائلة كويتية؟ يفتح مسمي. لا فيها سيد يوسف عبد المحسن اخو ابراهيم عبد المحسن يفتح يا سمسم. الله من الساده. بعدين صالح عبد الله البري. الله تاريخ. اللهم صل على سيدنا. بعدين رحنا على العمريه 8 سنين في العمريه بن العميد كان نظرنا الستلان. الله الستلان على كتب. بعدين رحنا على رقيت مدرس أول على زليب الشيوخ كان نظرنا الله صلى الله عليه وسلم هذا الشيخ. فاضل السماك. الله يولا السيخ شرقاوي. بعدين اجى صدام وقال لي كش برا. هي صحيح اللغه الانجليزيه سيدي قائمه على يس ونو؟ لا اليوم صارت على يس ونو بس اول لا. اول اتذكر يعني مفتش مدرسه الوالد مع دمان الشرعي بالمنقب فقال قول لي يقول يس نو يا يا يا. اول لا. شنو يا يا يا؟ يا مختصر يس. يا رب ان شاء الله طلبتك يذكرونك ومدر الله يرحم والديك. اي والله مدرس انجليزي كان اول ما في كويتيين ها قليلين. لا ما في كان احنا مع الامام الشرعي فلسطيني محمود عياش بعد. والنعم. اي والله يا رب يا رب اسمك الله حضرتك من عيله طيبه. وشكرا سيدي. والوالد الله يرحمه كان آمين كل الكويت بتعرفه تحترم. وشكرا عليك سود. اسمك الكامل سيدي عبد الجواد خليل جوده. من وين؟ فلسطين. من قطاع غزة. غزة يا رب غزة هاشم عم الرسول. لا جد الرسول. جد الرسول صلى الله عليه وسلم. أبو عبد المطلب. صح. والمسجد موجود لغاية الآن وكنا نروح نزوره. قبره موجود ها؟ الله الفاتحة. شكرا سيدي شرفتونا وشرفتوا دولتكم.